هو نفس الفريق اللي اقصى مصر مقصة من دور 16 لكأس مصر. الله على هدف التعادل، احمد علي كامل اظهر وبان ايها السلاح المختفي. نعم ها هو المهاجم الخفي يوقع على هدف التعادل مع الدقيقة 71. روعة يا احمد يا علي يا كامل، علي يا علي يا وردة يا فللي، ها هو احمد علي يتجلى يضع كرة بطريقة ممتازة. نعم يؤكد انه هداف من طينة الكبار. الله في كرة يلعبها بطريقة ممتازة خلفية على يمين الهاني ابو سليمان لتزور الشباك لتصبح النتيجة الان هدف مقابل هدف كالعادة وكما اعتدنا. احمد علي كامل له صبغة متميزة في وضع هذه